باهي، وصلنا توا باش نشوفوا طريقة تنصيب الفيو جي اس، الفيو جي اس في الجهاز نتاعنا. باهي، طريقة سهلة برشا. أول حاجة ما تعلمنا في الفيديو اللي قبله كيفاش ننصبوا الفي اس كود، وكيف كيف لازم كيفاش ننصبوا النود جي اس، وتأكدنا من النود جي اس اللي هو منصب في الجهاز نتاعنا. باهي، توا نجيو طريقة كيفاش ننصبوا الفيو جي اس وننصبوه جلوبال، يعني في الجهاز الكل. اللي هو تمشي الدوكيومنتيشن بتاع الفي جي اس، اول حاجه تمشي لهنا، هنرجع من الاول. هاي هذا الموقع الرسمي بتاع فيو جي اس بوان اورج، ومن بعد تمشي الايكو ايكو سيستم، تدخل الفيو سي ال اي، خاطر احنا باش نشتغلوا بالطريقه بتاع السي ال اي، مش الطريقه القديمه اللي هي الطريقه الاولانيه دي اللي حكينا عليها في الفيديو اللي قبله، وينو اللي هي الجيد هاوكا، اللي هي انك تضيف اللينكات هذوما في الصفحة متاعك متاع الاندكس بو هاش تي ام ال، وتكتب الكود متاع الفيو جي اس. لكن الخدمة هذه ما هيش منظمة، اذا انت تحب تبرمج صفحة بركة تنجم تستعمل الطريقة دي، ما عليك الا تعمل صفحة اندكس بو هاش تي ام ال، وتجي لهنا تعمل اضافة للروابط هذوما الزوز، او واحد منهم يا هذا يا هذا، تعمل اضافة لواحد منهم هذايا، ومن بعد تجي تكتب في الصفحة متاعك في الاندكس الكود متاعك بتاع الفيو جي اس، تكتبه لهنا في البريزة هذايا var up new view، وتعمل هنا الكود نتاعك الكود نتاع الفيو جي اس تكتبه لهنا، واو كيما تشوف الاب لهنا. بعديك تجي تعمل ديف لهنا الاي دي تاعتي الاب هذاك، وتبعث له الميساج هذا موجود هذا. لكن احنا مش نشتغلوا بالطريقة هذه، باش نشتغلوا بطريقة بروفيشنال، معناها خير من الطريقة هذه، محترفة خير. باش نستعملوا الفيو سي ال اي، انا تكون الخدمه بتاعنا كيما الانجولار وكيما الرياكت، يهبط لنا الفايل وكل شيء، ونشرحوا بالفايل بالفايل والفيشي، معناها يهبط لنا البروجي كامل. باه، بعد ما تدخل الموقع الرسمي كيما وريناكم، تمشي لهنا الايكو سيستم، وبعديك تمشي للفيو سي ال اي كيما تشوف بيجيكم الصفحه دي، تعمل جيت ستارتد. باه، بعد ما تعمل جيت ستارتد تنزل في الصفحه شويه، تمشي لهنا الانستاليشن. باه، فالصفحة لهنا يقول لك فما طريقتين باش نصب بها الفيو جي اس. احنا بحكم تعلمنا في الفيديو اللي فات كيفاش نصبوا النود جي اس، يعني احنا باش تهمنا الطريقة هذه ام بي ام انستال داش جي الت فيو سلاش سي ال اي، هذه تخص وقت انت تكون منصب النود جي اس. اذا انت ماكش منصب النود جي اس ومنصب اليارن، هو في الحالتين لازمك تكون منصب معناها النود جي اس، يعني حتى كمش تستعمل الكوماند هذه عن طريق اليارن، انك تنصب اليارن. اللي ما يعرفش معناها يارن، هو نجم تنصبه الموقع نتاعو من هنا، على ما يبدو مش هذا يارن، هاو سي ال اي، وتنصب اليارن نتاعك، او اليارن انستال، وكيف كيف اليارن لازم تنصبه الا ما تكون منصب النود جي اس. لكن احنا باش نشتغلوا بالكوموند هذه، بحكم تعلمنا كيفاش ننصبوا النود جي اس في الفيديو السابق. به تمشي، اش معناها هذه ام بي ام انستال؟ هي الام بي ام هي اختصار لكلمه نود باكج مانجر، وانستال هي اللي باش تعمل تنصيب، داش جي يعني احنا باش ننصبوا الفيو جي اس، باش ننصبوه في الجهاز ككل، معناها كان نحيو الداش جي هذه ونخليو الكوموند هذه كل ينصبونا في الفولدر اللي باش نطفو هذا، في الفولدر اللي احنا حاطين عليه السي ام دي نتاعنا. يعني مثلا احنا الفولدر اللي حاطين عليه في اليوزر اللي اسمه يوزر، اذا باش نعملو npm install add view slash cli باش يولي ينصب لنا كان في المنطقه في الفيو جي اس، باش ينصبونا في الفولدر هذاك، لكن احنا نحبوا نصبوه في الجهاز ككل. باه، نعملو نسخ للكوماند هذيا، نجي نكتبوها، انا مانيش باش نقوم بتنصيبه خاطر قمت بتنصيبه من قبل، اللي npm install dash g alt view slash cli. انت كي باش تعمل هكا اي مسار، المسار كيف باش تكتب ده جي، المسار ما يهمش، علاش؟ خاطر انت باش تنصبه جلوبال، باش تنصبه في السيستم الكل، في السيستم في الجهاز نتاعك الكل، واضح؟ يعني ده جي هذه في السيستم الكل، بينما كانت تنحي ده جي هذه كانت تنحاها هكا، يولي ينصب لك الفيو سي ال اي، ينصبه لك كان في اليوزر، يوزر هذايا كهو، واضح؟ احنا باش نصبوه في الجهاز الكل. بعد ما تكتب الكوموند هذه تعمل انتر، وتنتظر حتى يتم تنصيب الفيو جي اس في الجهاز نتاعك. به، بعد ما تقوم بتنصيب الفيو جي اس في الجهاز نتاعك، باش تتاكد من ان الفيو جي اس منصب في الجهاز نتاعك، هو عن طريق الكوماند
تعاود تفتح، تعاود تنجم تعمل غلق، تغلقها مع ناس يمدي ذي، وتعاود إذا صار باق مثلا، خاطر تنجم تسوي الباق بعد ما ينصب، تحب تتأكد من النسخة، تنجم ما يعطيكش النص، ما يعطيكش الطريقة اللي باش تعرف بها اللي فيو جي اس منصب في الجهاز نتاعك. بعد تعاود تغلقها وتعاود تفتح سي ام دي من جديد، وتكتب فيو داش داش فيرجن. إذا طلعت لك النسخة هذه، فتأكد أنه الفيو جي اس منصب في الجهاز نتاعك، وتبدأ تشتغل على روحك. به توا عرفنا كيفاش نصبنا الفيو جي اس، توا باش نشوفوا كيفاش باش ننصبوا، باش نعملوا مشروع جديد في الفيو جي اس. باهي، نمشيو كرييت بروجيكت، كرييت بروجيكت هاو على الايسر من هنا في السايد بار، كرييتينغ بروجيكت. تدخل لهنا وتجي لهنا كما تشوف قدامك فيو كرييت هالو وورلد. باهي، نجي نكتبه مع بعضنا. انا باش ننصبه لهنا في المسار هذايا، خلينا نسكر هذايا، قاعد يسجل من الفيديو. انا باش نصبه في المسار هذايا، اوتيليزاتور يوزر، باش نصبه البروجيكت نتاعي، باش نصبه في المسار هذايا اللي انا اللي واقف فوق منه توا. هاوك يوزرز باللونجلي، خاطر هو مكتوب يعني اوتيليزاتور، ويوزر اللي هو المكان اللي انا فيه توا. باه نجي نكتبه هاي الكوموند هذه، نشوف فيها قدامنا اللي هي فيو كرييت هالو وورلد. به الفيو كرييت هذه فيكسد، معناها لازم تكتبها فيو كرييت هالو وورلد، هو اسم المشروع نتاعك، يعني تنجم تسميه هالو وورلد، تسميه اللي تحب عليه انت. معناها الفيو كرييت هذوما فيكسد، لازم تكتبهم هذوما. معناها الفيو انك باش تكرييت، باش تعمل مشروع جديد، باش تخلق مشروع جديد، واللي بعد كرييت هو اسم المشروع نتاعك، وانت حر في التسميه اللي غادي تسميه حتى باسمك. به احنا مثلا باش نسموه my first view app، my view app، علاش تطولوا فيها my view app؟ باش بعديك نجم نوصلوا له فيصل الاسم هذاك، خاطر باش نعبيوه بالكابيتال نصعب علينا. به تعمل انتر، ننتظروا شويه حتى يعطينا الديتيلز، وباش نتبعوا شويه تعليمات باش يعطيها لنا كل شيء، باش نصب لنا المشروع نتاعنا الجديد فيو جي اس في الجهاز نتاعنا. احنا الكوماند الاولاني نتاع ام بي ام انستال داش جي الفيو سي ال اي، هذيك باش ننظموا، باش نصبوا سي ال اي كما تشوفوها منصب قدامنا. ان فاليد بروجكت نيم، الاسم نو لونجر كونت كابيتال ليترز، ما يقبلش الكابيتال. باهي مش مشكل، تو نعاود نكتبوها ماي فيو اب من غير no longer content capital letters. ننتظر شوية. به لهنا يجي باش يسألك توا، باش يقول لك انت باش نمشي تستعمل. به كيما تشوفوا مع بعضنا، بعد ما كتب عملنا باش نعمل اسم بروجيكت، باش نعمل نعمله في التحضيرات، يسألك لهنا يقول لك النسخة اللي باش تشتغل بها بتاع الفيو هي، فما النسخة الثانية وفما النسخة الثالثة، لكن النسخة الثالثة مازالت بريفيو. احنا باش نختار النسخة الثانية، خاطر النسخة الثالثة مادام بريفيو تنجم تصير لنا فيها مشاكل، تنجم تكون ديمو معنا النسخة ذيك. عفوا، النسخة ذيك تنجم تكون فيها مشاكل، الفيو 3 بريفيو تنجم تخدم لك، لكن احنا باش نتجنبوها لخاطر مادام بريفيو تنجم تكون فيها بعض المشاكل وتعرضنا، وما يحبش الكود نتاعنا يخدم. باه عندنا الديفولت الاولانيه، ولا عندنا المانيوال. باه احنا باش نختاروا الاولانيه، تو نفسروها بعد المانيوال كيفاش باش نجموا نصبوا المشروع نتاعنا مانيوال. باه كما تشوف شاب ينصب تو في المشروع نتاعنا. باه ننتظروا حتىش يتم تنصيب المشروع الكل، حتىش البروجرس بار هذا يوصل حتىش لهنا. باه باش نقص الفيديو ونرجع لكم بعد ما يتم التنصيب نتاع الفيو للمشروع نتاعنا الجديد اللي احنا سميناه ماي فيو اب، كما تشوفوا هاك المسار نتاعو. باش نقعدوا ننتظروا حتىش يتم تنصيبه وتحميله من الانترنت وتنصيبه. يلا نرجع لكم بعد ما يتم تنصيبه. باه رجعنا بعد ما تم تنصيب كما تشوفوا المشروع نتاعنا successfully، عفوا successfully created project my view app،
توا get started with following commands. اللي هما شنو هو الكوماندز هذا مطلعهم؟ اول حاجه باش ندخلوا للمشروع نتاعنا، كما تشوفوا التنصيب نتاعنا صارت ما في حتى ثغره، كما تشوفوا 00 found باي. باش ندخلوا في وسط المشروع نتاعنا اللي هو كيفاش npm run serve باش تشغل المشروع نتاعك. اول حاجه لازم ندخلوا في وسط المشروع خاطر احنا في الماستر هذايا. هاوكا يجي نحل لكم الفولدر اللي هبطهولنا احنا في اليوزر، يجي نشوفوا ماي فيو اب. هاوكا المشروع نتاعنا واضح، هذا هو المشروع نتاعنا الفيو جي اس. احنا تو باش نشوفوا كيفاش باش ندخلوا في وسط الفولدر هذاك اللي هو نعمل كوماند ماي فيو اب. بعد ما ندخلوا في وسط المشروع نتاعنا باش نحل نقوم بفتحه بالفي اس كود عن طريق اختصار كلمة كود دوت. كود دوت هذه باش نجم نقوم بفتحه بالفي اس كود، نعمل انتر. كما تشوف هاكم الملفات نتاعنا اللي كنا نشوفو فيهم توا، هذوما الملفات الكل قام عفوا الجهاز نتاعي ولا هك. كما تشوفوا الملفات اللي هذوما الكل قام فتحهم في الفي اس كود. باهي خلنا نقوم بغلق النافذة الثانية تاع لارافيل هذايا، مشروع لارافيل. باهي كما تشوفوا هذه هي الملفات نتاع المشروع وهذه الملفات اللي باش نشتغلوا عليها الكل. باهي الفيديو هذا يعني وريتكم كيفاش تقوموا بتنصيبه عن طريق الفيو سي ال اي، ووريتكم الطريقه اللي هي الديفولت من الاول، اللي هي الديفولت هذه اللي اخترناها من الاول الفيرجن 2، ما اخترناش الفيرجن 3. تو باش نشوفوا في الفيديو اللي من بعده كيفاش نقوموا بتنصيبها، تنصيب المشروع نتاعنا مانيوال كيف كيف. هما زوز لكن مانيوال فيه ديتيلز اكثر من الديفولت. باهي قداش الوقت توا؟ 11 دقيقه، 12 دقيقه. باهي نقص الفيديو ونشوفوا الطريق كيفاش نقوموا بتنصيبه مانيوال، ومن بعد نبدأ نشرحه في الفولدرات هذوما الكل. واضح؟ يلا الى اللقاء، نتقابلوا في الفيديو اللي من بعده.